السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة تعليم سواقة البوكلينات أو الحفارات. هنلخص الموضوع في دقيقتين إن شاء الله، إزاي تسوق، إزاي تكسر حجر في البوكلينات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنبدأ بالدرعين بتوع المشي زي ما انتم شايفين كده. الدرع دوت طبعا اللي قدام بيمشي، اللي ورا بيرجع لورا زي ما انتم عارفين. هو ده موضوع سهل خالص. طبعا الدرع دوت يمين يمين، بيلف يمين زي ما انتم شايفين كده. اول شمال شمال، هيلف معاك شمال برضو زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين كده. عندك لقدام، لما اجيبه لقدام بفرد البوم اهو زي ما انتم شايفين، بفرد البوم لفوق. طبعا البستم اللي في النص لورا زي ما انتم شايفين اهو، هرجع بالورا. هنيجي على الدراع التاني. الدراع التاني دوت بيرجع لورا زي ما انتم شايفين كده اهوت. هجيبه لورا اهو، اللي قدام برضه هيجي معايا لقدام زي ما انتم شايفين. شمال ويمين بتاع المفصل بتاع الشاكوش او المغرفة اللي بقولوا عليها اهوت. هجيب شمال كده، هلم يمين، تمام كده. انت كده عرفت يمين شمال، ايه المطلوب في اليمين والشمال في الدراعات. طبعا الدواسة ديت بتاعت الشاكوش بتاعت الدقاق. في زرار هنا يراكب في المكان ده هنا اهوت. هنا بس طبعا هنا السواق لف عليه قماش عشان خاطر ايه التراب والكلام ما يبصش. زي ما انتم شايفين دقيقة واحدة برضه هنشتغل عملي. اهوت. قبل ما اشتغل الزرار ده اهوت، شفته هنا، دي بتاع الشاكوش. طبعا لو زي ما انتم شايفين العلامة ديت مش هيكون الدقاق شغال. هتكة كده، قلب على الدقاق شغال اهوت كده، قلب زي ما انتم شايفين. ها